في مدينة بيت لحم الهادئة الوديعة الواقعة ما بين مدينتي القدس والخليل، كان الميلاد المجيد في موقع قامت فيه كنيسة المهد تخليدا لذكرى الميلاد المبارك، لتصبح أقدم الكنائس الأثرية في العالم مع مكانة دينية متفردة أصبحت معها قبلة للبشرية جمعاء وعنوانا للمحبة والتسامح. أعيدكم بعيد ميلاد السيد المسيح له المجد، وبترنيمة الملائكة: المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. فلقد ولد لنا صبي وأعطي لنا ابن، فصارت الرئاسة على عاتقه، ويدعى اسمه رسول الرأي العظيم. عيد ميلاد السيد المسيح عيد يتميز عن سواه من الأعياد، يغلفه الناس بطرق بشرية، لكن الأساس فيه أمر آخر على الإطلاق. فالمناسبة مختلفة، لأن الولادة ليست كسواها من الولادات، والمولود أيضا كائن يختلف عن سواه من الكائنات. عبر عنه إشعياء النبي عندما قال: ها إن العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعى عمانوئيل، الذي تفسيره الله معنا. ممن أرسله الله تبارك وتعالى هداة ورحمة ومحبة للعالمين. كل عام وأنتم بخير أيها المشاهدون الأكارم، أيها الأبناء، أيها الإخوة، أيها الآباء والأمهات، يا من ترنون إلى تحقيق الأمن والاستقرار في فرج قريب عاجل غير آجل. نقول بمناسبة الميلاد المجيد إن هذه المنطقة منطقة مباركة جعلها الله عز وجل أمنا وأمانا لكل بني البشر، بل لأعز البشر وأفضلهم، للأنبياء أجمعين. في البدء كانت الكلمة، هذه الكلمة قبل الإنسان وقبل السلاح وقبل العنف، الكلمة الطيبة صدقة. إذا أردنا أن نختصر الشرائع السماوية بكلمات معدودات فنقول: الله محبة والأنبياء رحمة. لم نجد أكثر من هذين العنصرين تفاعلا في الحياة لمن أراد الخير. ميلادك أيها المسيح قد أظهر نور المعرفة
لعبت العلاقات الإسلامية المسيحية دورا خاصا في تاريخ التفاعل المتبادل بين الديانات، فقد كان المسيحيون والمسلمون على حد سواء يتصفون دائما بإدراك واسع للرابطة الروحية المشتركة، ولم تنقطع عملية التواصل الثقافي والحضاري، حيث أثمرت حالة من العيش المشترك وحوارا ناضجا في الإطار الاجتماعي والإنساني بين الديانتين من القرون الوسطى إلى عصرنا الحاضر، مع تأكيد على قوة الانتماء وعمق الإيمان في العقيدة الراسخة، فالدين لله والوطن للجميع. أتكلم بهذه المناسبة، أنها مناسبة بالطبع لنا نحن المسيحيين، ولكنها أيضا مناسبة للجميع. نعرف أننا نعيش هنا معا في هذه الأرض التي عاش وولد فيها السيد له المجد. نتذكر أننا معا نتشارك في السراء والضراء، نتشارك في الحياة هنا. نعرف كم من المواقف التي وقف فيها الإخوة من مسلمين ومسيحيين، نعيش هنا في هذه البلاد عائلة واحدة، نتشارك معا في كل مناسبة، إخوة متحابين متعاضدين. نتذكر كم من المواقف التي اشترك فيها المسيحيون والمسلمون معا في أنطاكيا في أيام الانتداب وفي سواه من أيام المصاعب التي مرت على هذه البلاد، فكانوا معا جميعا أسرة واحدة. نتذكر البطريرك غريغوريوس حداد أيام الحرب العالمية الأولى، عندما رفض أن يوزع الخبز على الجائعين من المسيحيين فقط، وقال للذي كان يوزع الخبز: هل قد كتب على هذا الرغيف اسم مسيحي أو مسلم؟ إنما هو للجميع. كل عام وأنتم بخير، نقولها مسلمين ومسيحيين، نقولها لكل أبناء المعمورة، لأن الأنبياء إنما جاءوا لإسعاد البشرية، جاءوا لهداية الناس إلى الحق وإلى الرشاد وإلى الخير، في أن يكونوا جميعا إخوة متحابين، في أن يكونوا جميعا متعاونين من أجل نهضة الأمة والوطن والدين. نعم، كل عام وأنتم بخير. في البدء كانت الكلمة، هذه الكلمة المباركة الطيبة، أبواب السماء لم تفتح للأنبياء إلا من خلال بلادنا المباركة. فلما صعد السيد المسيح عليه السلام إلى السماء، صعد من بلادنا المباركة، ولما أسري وعرج برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عرج به من هذه البلاد المباركة. فلماذا يحاول البعض تدميس هذه البركة، أو يحاول تدمير هذا الخير الموجود في البلاد الذي أقسم الله عز وجل بها، إذ قال: والتين والزيتون، بلاد التين بلاد الزيتون، مشى فيها الأنبياء إبراهيم عليه السلام وموسى أمن فيها عليه السلام. فكذلك نقول: من دخل بلاد الشام فهو آمن، وازرعوا فيها خيرا تحصدون فيها خيرا، واحذروا أن تزرعوا في بلادنا المباركة نارا أو شرا، فإن شرارها سيصل إليكم مهما كنتم في المكان بعيدين أو قريبين. أنا في تقديري دائما لأي وحدة مجتمعية، لاحظي، لأي وحدة مجتمعية هناك خصوصيات. هذه الخصوصيات قد إذا ما استثمرت قد تستثمر في بناء أو في منجز وحدة وطنية أو معنى وطني. بعض
الخرائط المجتمعية يمكن أن لا تفضي إلى وحدة وطنية، لكن هناك خرائط مجتمعية أخرى يمكن أن تفضي إلى حالة من المواطنة العالية. طيب السوريون، السوريون هل يمتاز السوريون بخارطة مجتمعية أو توضعات مجتمعية قادرة على أن تنجز حالة وطنية متقدمة؟ يمكن لهذه الحالة الوطنية المتقدمة أن تسهم في انتصارات وفي مواجهة من يريد أن يدخل على الداخل السوري؟ تعالوا إلى التاريخ، التاريخ يقول نعم السوريون نتيجة حضارة معينة، نتيجة غطاء مدني وفضاء مدني متقدم جدا، نتيجة فهم السوريين بعضهم لبعض خلال مئات السنين المنصرمة من تاريخ هذه المنطقة، لا يقول التاريخ من خلال هذا الفهم على أن السوريين قادرون إلى حد بعيد على إنتاج معادل وطني. أفادهم في هذا المعادل الوطني من؟ التوضعات المجتمعية. عندما تحدثين عن أكثر من ديانة، عندما تحدثين عن أكثر من مذهب ولا أقول طائفة، عندما تحدثين عن أكثر من اصطفاف ديني وأيديولوجي، لكن رغم كل هذه الاصطفافات وهذه الخارطة التي قد تبدو للوهلة الأولى على أنها هي تعددية غير منطقية للوهلة الأولى، لكن أنا أقول بفهمنا التاريخي لها على العكس تماما، هي تؤسس لوحدة، تؤسس لحالة مجتمعية طازجة حية تستطيع أن تفرز معادل وطني. أين بدأ هذا المعادل الوطني؟ بدأ في مواجهة الاستعمار العثماني، بدأ في مواجهة الاستعمار الفرنسي، بدأ في المعارك من خلال المعارك التي خاضتها المنطقة أو خاضها الشعب السوري في مواجهة الاحتلال الصهيوني. إذن أنا في تقديري أن هذه المكونات المجتمعية، هذه البنية المجتمعية هي التي ساهمت في إنتاج معادل وطني. وإلا ماذا تقولين نتيجة هذا الهجوم أكثر من 20 شهرا على السوريين، والأساس الاستراتيجي للهجوم على الشعب السوري هو تفتيت هذا الشعب من خلال مكوناته المجتمعية، نلاحظ على العكس ما زال يصر هذا الشعب على أنه واحد متوحد لا يميل لديانة معينة لا لمذهب معين، وإنما ينحاز باتجاه الدفاع عن كيانه، كيانه المتمثل في الدولة. إذا لم، وهذا هنا المتميز، لم في تقديري ما انحاز السوريون باتجاه طائفة معينة أو دين معين أو مذهب معين أو اصطفاف، لا انحازوا باتجاه الدولة. قد تقولين أو قد يقول قائل أنت تتحدث في المطلق، أقول له لا أنا أتحدث في الأغلبية، وكل الدراسات المجتمعية تقوم على الغالبية، لا يعني تقوم على نسبة ولا تقوم على المطلق. في ليلة الميلاد المجيد ترنو العيون إلى السماء وتبتهل القلوب، ترتجي أملا وخيرا في القادم من الأيام، يمسح آلام المتعبين ويدخل الطمأنينة إلى النفوس الحزينة. عندما تتحدثين عن عيد ميلاد هذا يعني بأن هناك مجموعة من الخصوصيات، لكن أعتقد بأنه لهذا العام ستكون هناك خصوصيات متفردة خاصة بالسوريين. لماذا؟ لأنني أعتقد أن المرحلة وأن الراهن الذي يمر به السوريون هو راهن ومرحلة هامة جدا. لماذا يا عزيزتي؟ لأنه إذا عدنا إلى بداية الهجوم على سوريا لوجدنا أن إحدى أهم الأهداف الاستراتيجية التي حاول الخصم الاشتغال عليها ألا وهو تفتيت هذه الخارطة المجتمعية للسوريين، السوريون في مثل هذا أو في هذا العام يخرجون ثانية يصرون على هذه الخارطة، يصرون على وحدتهم المجتمعية، يصرون على وحدة توضعاتهم واصطفافاتهم، وبالتالي أستطيع أن أقول أن هذه الخصوصية هي تتميز بأن السوريين يصرون على انتصارهم، على وحدتهم، على خروجهم من هذه المواجهة. كل عام وأنتم بخير. بمناسبة الميلاد المجيد، بمناسبة ميلاد سيدنا عيسى عليه السلام الذي نتشرف بأنه روح الله، ونتشرف ونؤمن بأنه كلمة الله، ونتشرف ونعتقد بأنه لا يكمل إيمان المسلم
إلا إذا آمن بالمسيح طهرا ونقاء، وبأمه الصديقة مريم العذراء طهرا ونقاء. فكلما كانت لقاءاتنا قائمة على المحبة الإلهية والرحمة النبوية، كلما عشنا إخوة متحابين نبني وطننا بعز ومجد. المجد لله في العلا وفي الأرض وللناس المسرة. في ليلة الميلاد المجيد نتلمس آلام يسوع المسيح عليه الصلاة والسلام، ونسير على درب الحياة متسلحين بالإرادة والعزم، حالمين بغد مشرق تسهر فيه آمال المحرومين. نحن في الفلسفة الخاصة لفهمنا لمجيء السيد المسيح نتحدث عن ولادة الكون أو ولادة البشرية أو محطة من محطات تحول هام في صيرورة وسيرورة البشرية. هذه هامة في الفهم الفلسفي لمجيء السيد المسيح. عندما تركزين في هذه اللحظة على الأراضي المحتلة وعلى الخصوصية التي تعيشها سوريا، تلاحظين أن هناك محاولة ولادة جديدة. هاتان الولادتان يمكن أن تتميزا بهما المنطقتان على مستوى الداخل الفلسطيني وعلى مستوى سوريا. يمكن هنا في هذه المقاربة أن نتفهم إلى حد بعيد كيف أن الخارطة المجتمعية للسوريين، الجغرافيا الفلسطينية، كل المحاولات على هاتين المفصلين أو على هذين المفصلين كيف يمكن أن تبوء بالفشل، وكيف يمكن لأبناء المنطقة أن يخرجا من جديد في مواجهة أو لكتابة مولد جديد أو ولادة جديدة. هكذا يمكن أن نقرأها. أود أن أذكر شيئا من رسالة مولانا صاحب الغبطة البطريرك كيريوس كيريوس يوحنا العاشر بطريرك انطاكيا وسائر المشرق الجزيل الطوبة والكلي الاحترام في بمناسبة هذا العيد الشريف، حيث قال في رسالته: ها إن الطفل الآتي إلينا في مغارة لكي يموت من أجلنا يذكرنا أنه معنا يحاكينا، يتكل علينا لنقل رسالة السلام والمحبة التي أطلقها إلى كل واحد منا ولكل العالم. يأتي إلينا متواضعا، يطرق باب قلوبنا بخفر كأنه يريد الولادة فيه. ليس عيد الميلاد فقط تذكار ولادة يسوع، لكنه مدعو أن يكون أيضا عيد ولادته فينا التي ستحصل إن كنا نسعى إلى الطهارة التي للعذراء مريم. ولادة يسوع فينا لابد أن تجعلنا نجدد التزامنا بتعاليمه وبسعينا لكي تكون كنيسته بلا غضن ولا وهن، طاهرة متلألئة بروحه القدوس. فنعي معا أن كنيسة المسيح أمنا، وأن الرعاة والمؤمنين فيها مدعوون أن يكونوا رسلا له، داعين إخوتهم في العالم إلى المصالحة ونبذ العنف لكي يسود سلامه. يأتي إلينا العيد وشعبنا يواجه الكثير من المتغيرات والتحديات في عالم يبتعد باضطراد عن المفاهيم التقليدية، جاعلا من العنف وشهوة الاستهلاك والتملك قانونا جديدا لحياته. ولا بد أن البذخ الذي يرافق هذا العيد، عيد فقير بيت لحم، لهو علامة كافية لكي نعي أننا قد اتبعنا مثل هذه القوانين لحياتنا. وجهان يبكيان في المغارة، وأمه مريم وجهان يبكيان لأجل من تشردوا، لأجل أطفال بلا منازل،
لمن دافع واستشهد في المداخل واستشهد السلام في وطن السلام وسقط العدل على المداخل. الأرض المباركة أرض السلام، القدس قدس الأقداس، الأرض التي أرادها الله عز وجل أن تكون محجا لكل محب للسلام. فأهلا بمن قدم إلى كنيسة القيامة وبيت اللحم والمغارة والأقصى إذا جاء إليها حاجا وزائرا معتمرا محبا لمن فيها، لأهلها، لبنائها، لتراثها، لحضارتها، فأهلا به ثم يعود إلى بلده وهو يحمل أنوار الإيمان. أما أولئك الذين جاءوا يغتصبون الأرض ويهتكون العرض ويخربون الحجر ويحرقون الشجر ويقتلون البشر فلا أهلا ولا مرحبا بهم، لأنهم لم يضعوا حرمة لخالقهم أولا ولم يرعوا حرمة لصنع خالقهم ألا وهو الإنسان. الأرض المباركة تحوي الناس جميعا حبا وحنانا وعطفا وتكرما. وأما أولئك الذين أتوا شذاذ الآفاق إلى الأرض فاغتصبوها فأولئك لا خلق لهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. من دمشق الشام إلى بيت لحم والقدس وإلى كل بقعة في فلسطين على درب الآلام التي سار عليها يسوع متسلحا بالإيمان والصبر، تمضي رسالة الإنسانية تحمل بشرى الخير والحق والجمال. أنا في تقديري أولا أتوجه إلى الإخوة الفلسطينيين، وعلينا ألا ننسى فلسطين دائما. شوفوا، لحد يقدم المشكل الخاص لديه على المشكل العام. المشكل العام هو القضية الفلسطينية. أتوجه إلى الإخوة الفلسطينيين وأقول لهم بأن الحتمية التاريخية، لا أتحدث وفق المدرسة اليسارية، لا، أنا أتحدث الحتمية التاريخية المطلقة. الحتمية التاريخية تقول بأن الشعوب منتصرة. قد تذهب الأفراد، قد تذهب الأسماء، قد تذهب المصالح، لكن الشعوب أخيرا هي المنتصرة. فالشعب الفلسطيني سينتصر، قد لا ينتصر الآن، ربما غدا، ربما بعد غد. إذن الحتمية التاريخية لحركة الشعوب تقول بأن الشعوب صاحبة الحق تذهب دائما باتجاه بوابات انتصارها. قد لا يكون البوابة الآن على مطلع أو خلال هذه الأيام من رأس السنة، قد تكون ربما في أيام قادمة، لكن النصر قادم. نقول لأهلنا في فلسطين، نقول لأهلنا في بلاد الشام، نقول للمؤمنين في كل مكان، حافظوا على مدينة السلام، حافظوا على هذه البلدة المباركة الطيبة التي فيها ولد المسيح عليه السلام، ومنها عرج سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في أكبر مؤتمر، بل في أرقى مؤتمر عالمي على وجه الأرض منذ أن خلق الله آدم إلى يوم الدين، في مؤتمر القمة للأنبياء والمرسلين، يوم اجتمعوا على كلمة واحدة هي توحيد الخالق، وهي وحدة الكلمة الإنسانية في الحب والعطاء والصفاء والنقاء والسلامة والطمأنينة والأمن والسلام. نقول يا من ترغبون بأن تعيشوا بسلام، اقرأوا رسالة الأنبياء. يا من تريدون أن تكونوا من الذين يطمئنون ويستقرون في أوطانهم أيا كان، فالأرض المباركة تجمع ولا تفرق، الأرض المباركة تحنو ولا تعنف، الأرض المباركة تحب أبناءها الذين يحبون الآخرين. فليست المسألة في أن نجتمع في المكان، بل المسألة بأن نستفيد من هذا المكان نور الإيمان ثم ننطلق به إلى الآفاق. فأينما كنا نحن نوحد الله، أينما كنا نحن نحمل رسالة الأنبياء حبا ونقاء وصفاء. فلتكن زيارتنا إلى هذه الأماكن زيارة الحج وليس زيارة الاستيطان أو الإقامة،
فلكل بلد ولكل وطن أهله وشعبه، وستبقى فلسطين عربية إسلامية مسيحية لأبنائها، يأمن حتى من اليهود الذين هم فلسطينيين أصلا. نرحب بالجميع الذين هم من أصل الأرض، ونرفض من يأتي من خارج هذه الأرض محتلا أو مغتصبا، لا يراعي حقا للآخرين ولا جيرة ولا حق الحج أو الزيارة للأماكن المقدسة. أماكن العبادة إنما وضعت للناس، وليس الناس جاءوا لخدمة الأماكن. فلما كانت الأرض المباركة تعطي خيرها للإنسان، فليحمل الإنسان هذا الخير إلى الدنيا كلها، وليقل: الله محبة، والأنبياء رحمة، والسلام لكل بني الإنسان. في أرض الحضارات كانت الولادة المباركة، ومن معانيها ووحيها تبدت صور الشهادة الطاهرة عنوانا للفداء وانتصارا لقيم الحق والعدل والمحبة. إخوتي، طفل المغارة يقول لنا: لا تخافوا لأني معكم، لا تخافوا لأنكم إخوة مدعوون إلى التعاضد ومساندة بعضكم البعض، فلنعيد مع إخوتنا المسيحيين، نصلي لكي يعطينا الله أن نعمق الحوار معهم جميعا، نعيد أيضا مع إخوتنا المسلمين الذين يعلون مقام السيد المسيح ويقرون بميلاده البتولي من مريم العذراء كما شاء الله. عيدنا إذن مشترك معهم. وفي هذه المناسبة أيضا عيوننا ترنو وقلوبنا أيضا إلى مهد السيد له المجد، إلى مهد رسول المحبة والسلام، الذي هو ليس بمكان فقط، بل هو أكبر من مكان، إنه الموضع الذي انطلق منه النور لكي يبدد الظلام في كل العالم. نسأل إله السلام في هذه المناسبة الشريفة أن يتطلع إلينا من سمائه، فيعيد الأمن، يعيد المحبة والسلام والنقاء والصفاء إلى القلوب، لكي تعم في هذا الوجود، فيستطيع البشر جميعا أن يعيدوا وأن يرفعوا قلوبهم إلى رب السماء والأرض. آمين. كل عام وأنتم بخير.